بسم الله الرحمن الرحيم. نطق الصباح بكل خير فالتمس من خيره وانهض وعانق نوره. ستقودك الأنوار نحو سعادة، من عانق الإصباح زاد سروره. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، صباح الخير، صباح الأفكار الإيجابية التي تقودنا نحو التغيير، صباح التغيير الذي يقودنا نحو الأفضل والأجمل والأرقى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج صباح كربلاء، في رفقتي بحلقة هذا اليوم الزميلة العزيزة إسراء. أهلا ومرحبا بك إسراء. الله يبارك فيك، صباح الخير وصباح السرور والعافية إن شاء الله. يا جميعا إن شاء الله. الله يبارك إن شاء الله تكونين خير يا رب. الله يبارك فيك، تسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، حبيب قلوبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير لكل من نادى واستغاث بالحي القيوم، يا غافر الذنب والخطيئات، يا حي يا قيوم، باسمك اللهم نبدأ يومنا راجين وحدك رحمتك، متوكلين عليك، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسعد الله صباحكم وحياكم الله بحلقة جديدة متجددة من صباح كربلاء. كما عودناكم، هذا البرنامج يأتيكم من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 9 وعلى الهواء مباشرة، فقرات عديدة ومتنوعة، نأمل أن تنال بالمتعة والفائدة لكم. كما عودناكم في بداية كل حلقة نستعرض وإياكم فقراتنا حتى يتسنى للجميع مشاهدة الحلقة، فأبقوا معنا مع استعراض بسيط وسريع لأهم الفقرات. الفرحة بيوم انتهاء المشوار الدراسي لا يمكن وصفها، خصوصا إذا توجت بعهد أمام سيد الشهداء بخدمة البلد. نناقش هذا الموضوع إن شاء الله في حلقة اليوم. خط النسخ أو الخط النسخي من الخطوط العربية الستة ويجمع بين الرصانة والبساطة. نتابع فقرة الخط العربي لنتعرف فيها على المزيد. أما الولادة المبكرة هي ولادة الجنين قبل موعد ولادته الحقيقي، كيف يمكن تجنبها مع أسباب حدوثها؟ نستمع إليها من خلال لقاء الدكتورة تكتم صخر. وأخيرا لا تنسوا المشاركة في سؤال تفاعل حلقتنا لهذا اليوم، والذي يقول: متى تتحول الصراحة إلى وقاحة؟ كذلك ستكون لنا جولة مع زميل ماجد الأسدي لاستطلاع الآراء. إذن مشاهدينا الكرام، كل هذه الفقرات وأكثر تأتيكم ضمن حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. بداية دعونا نتوكل على رب العباد ونذهب بأسماعنا وأبصارنا بلقطات حية مباشرة، ونحن ننظر إلى ضريح سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام. اليوم إن شاء الله راح نستمع إلى زيارة الأئمة الأطهار الرضا والكاظم والتقي والنقي، فإلى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم يا أولياء الله، السلام عليكم يا حجج الله، السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين الطاهرين. بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين، وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين، فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين.
وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منهم. يا مولاي يا أبا إبراهيم، موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا الحسن، علي بن موسى، يا مولاي يا أبا جعفر، محمد بن علي، يا مولاي يا أبا الحسن، علي بن محمد. أنا مولى لكم، مؤمنون بسركم وجهركم، متضيف بكم في يومكم هذا، وهو يوم الأربعاء، ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين. نجدد اللقاء معكم مشاهدينا مرة أخرى بعد أن استمعنا الزيارة الميمونة لسيد يا مولاي من ضريح سيد يا مولاي الإمام الحسين سلام الله تعالى عليه. قال الله جل جلاله: بسم الله الرحمن الرحيم، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا، صدق الله العلي العظيم. ليس كل ما نفقده يعد خسارة، لربما يريد الله أن يبدل النعم التي نمتلكها بخير منها. فدائما فلنكن على يقين بأن الله سبحانه وتعالى لا يغير شيئا إلا لأجلنا ولصالحنا. الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، مولاي يا مولاي، أنت المتكبر وأنا الخاشع، وهل يرحم الخاشع إلا المتكبر؟ الخالق البارئ المصور، الغفار القهار الوهاب، الرزاق الفتاح العليم، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره،
ولا يخيب من دعا، ولا يقطع رجاء من رجا. رحمن هذا الكون، أنت رحيمنا، أنت العزيز وذل من عاداه، ملك قدوس سلام مؤمن ومهيمن، يا فوز من أرضاه. نجدد التحية والسلام لكم مشاهدين الكرام، وأعتقد أخذنا طاقة إيجابية كافية من خلال النظر إلى ضريح الإمام الحسين عليه السلام، ومن ثم من خلال هذا الفاصل الجميل اللي من خلاله استمعنا إلى أسماء الله الحسنى. هذه طاقة كافية حتى نبدي وإياكم بفقرات حلقة هذا اليوم من صباح كربلاء. جميل أن تكون لدينا معلومات على الدراسات المؤخرة التي تم طرحها، ومن خلال إن شاء الله برنامجنا صباح كربلاء احنا دائما نطلع على آخر الدراسات، فإن شاء الله راح تكون لنا وقفة مع دراسة، هذه الدراسة تكشف فوائد جمة للاستيقاظ قبل السادسة صباحا. خلينا نشوف احنا وياكم شنو فوائد الاستيقاظ قبل السادسة صباحا. دراسة حديثة تتوصل إلى أن الأشخاص الذين يستيقظون قبل السادسة صباحا يتمتعون بصحة جيدة ويكونون أكثر سعادة من أولئك الذين لا ينهضون مبكرا. الدراسة كشفت أيضا عن فوائد أخرى للاستيقاظ مبكرا وانعكاسه على المزاج اليومي، وأن الاستيقاظ في الصباح الباكر أسهل مما يبدو عليه الأمر. يمكن أن تعيد ضبط ساعة جسمك البيولوجية من أجل التعود على النظام الجديد، إذ سيحب جسمك الأمر لأنه سيعود مرة أخرى إلى إيقاع بدائي وأكثر طبيعة يشبه الحياة كما كانت عليه قبل اختراع المصباح الكهربائي. كما أن الاستيقاظ باكراً يمكن أن يساعدك على إنجاز المهام الأساسية من دون تسرع، كما أوضحت الدراسة قائلة: لكن للحصول على أقصى فائدة من الاستيقاظ مبكراً ضع وقتاً خاصاً لممارسة الأنشطة التي تجلب لك السلام الداخلي، وغالباً ما تنقصها من حياتك المزدحمة والسريعة وسريعة الخطأ. إذن هذه الدراسة جميلة بالضبط. يعني الاستيقاظ قبل السادسة صباحاً هو شيء مو صعب، إحنا مجرد إذا عودنا جسمنا على هذا النمط راح ناخذ يعني تعويد مثل ما نقول. وايضا يعني بالاضافه الى ان نتمتع بصحه جيده. هي المشكله اسراء انه مو قاعده الصبح، المشكله انه شلون تقدرين تنامين مبكرا. هو الدراسه تقول لك يعني الشيء مو صعب، انت تقدرين تنظمين وقتك، ساعه جسمك البيولوجيه تقدرين تنظميها، بالتالي راح تستطيعين الاستيقاظ مبكرا. صحيح، اذا قعدنا من الصبح راح نضطر ننام مبكر لان احنا تعبانين ومنهكين قاعدين. صحيح. يعني بالاضافه الى انت راح تستطيعين انجاز المهام بكل سهوله ويسر لان عندك وقت كافي. يعني يتلائم مع حياتنا الاسلاميه اللي هي الاستيقاظ مع صلاه الفجر. صحيح، يعني صلاه الفجر مهيئه في هذا الوقت قبل السادسه صباحا. نعم صحيح، فممكن الانسان انه يعني يستيقظ من صلاه الفجر ويستمر يبدي يومه بنشاط ان شاء الله. ان شاء الله نطبقها. اكو دراسه اخرى يلا إسراء إن شاء الله. هذه الدراسة مشاهدينا تثبت أن الضوء يؤثر على كتلة الجسم. وفقاً لدراسة أجرتها جامعة نورث ويسترن الأمريكية، فإن الوقت الذي يتعرض فيه الأشخاص للضوء في الفترات الصباحية من اليوم يؤثر في أوزانهم، فالذي يتعرض لأكبر كمية من الضوء في الصباح يكون مؤشر كتلة جسمه أقل ممن يحصل على أغلبية الضوء الذي ينفذ للأجساد في فترة متأخرة من اليوم. وهذه السمات ليس لها علاقة بمدى نشاط هؤلاء الأشخاص أو بعدد السعرات الحرارية التي يستهلكونها. وقال الباحثون الذين أعدوا هذه الدراسة إن الضوء هو العنصر الأكثر فاعلية في
في ضبط اتساق الساعة، وهذه الساعة هي ساعة الجسم الداخلية التي تنظم إيقاعات فترات أو وتائر اليوم، والتي بدورها تضبط توازن الطاقة. ويقول الخبراء إنه إذا لم تحصل على ضوء كاف في وقت ملائم في اليوم، فقد تفقد ساعة جسمك الداخلية اتساقها، وفقدان الاتساق يؤدي لتغيير وتائر الاستقلاب، ويمكن أن يفضي إلى زيادة الوزن. لذلك ينصح الخبراء بالحصول على ضوء أكثر في الفترة من الساعة 8 صباحا حتى فترة الظهيرة. إذن هذه الدراسة جدا تنبهنا أيضا وترتبط بموضوع الاستيقاظ صباحا إسراء. نعم. وتنبهنا إلى أنه أهمية تعرضنا للشمس. يمكن إحنا في فترات الصيف نهرب من الشمس خوفا من حرارتها، خوفا أنه يعني ضربة الشمس وغيرها، لكن الشمس في فترات الصبح يعني قبل 10 صباحا، وكذلك عندما تكون فترة العصر، يمكن إحنا الدراسات تقول من 2 وفوق. نعم. قدرين أنه تتعرض لأشعة الشمس، لكن أعتقد أن شمسنا جدا حارة. صحيح. فممكن يعني أنه أكثر أخر الوقت ما ينصحون أكثر. يعني خاصة في فصل الصيف عندما تكون الشمس عمودية من 10 إلى 2 هذه جدا ضارة. نعم. وتكون عمودية ومؤثرة ودرجاتها كبيرة. نعم. نعم صحيح. وإن شاء الله دراسات جميلة جدا تأخذ بنظر الاعتبار. أحسنت. يعني خصوصا أنه لازم نطفي الأضوية بالليل بوقت مبكر، حتى أنه الأطفال أكل البعض الأهالي يعني يخلون الأطفال هم ينامون تحت الضوء، يعني الضوء أنه مشتغل، يعني الطفل يخاف أو الطفل أنه يتعرض. صحيح. يعني إلى نوبات من القلق أو البكاء فيخلوه مشتغل، هذا جدا ضار على نوم الطفل وطوله، يأثر عليه بصورة كبيرة. صحيح. جدا. صحيح. أحسنت. دراسات جميلة جدا. إذا مشاهدين الكرام، ونعود مرة أخرى إلى فقراتنا اليوم. أنا من أنطي فد وجهة نظر، يعني مثلا أنا وصديقتي أو صديقتي أنطتني فد وجهة نظر، من باب أني الميانة جائز أجرحها بأن أكون أنتي كلامك اليوم خاطئ، بهذا الشيء راح تتحول صراحتي إلى وقاحة، بحجة اليوم أني صريحة وما أضم شيء بقلبي، اللي هاي إحنا هاي الأشياء معتادين عليها بحياتنا اليومية. الإنسان يجرح شخص مقابل بحجة أني صريح، لكن ما تعرف أن بعض الصراحة تتحول إلى وقاحة وتتسبب في جرح مشاعر الطرف المقابل. صير صريح، أنا مو يعني عندي اعتراض بهذا الأمر، حلوة الصراحة، لكن الصراحة إلها ضوابط، إلها شروط، إلها حدود. أنت أمامك إنسان، هذا الإنسان عبارة عن كتلة من المشاعر والأحاسيس الرقيقة، أنت تقدر تنطي اليوم رأيك لكن بأسلوب وبمنطق جميل جداً. يعني احنا نقول بين كسر القلوب وكسب القلوب خيط رفيع اسمه اسلوب. اليوم انا باسلوبي اقدر ابين لك وجهة نظري، بس بشرط ما تتحول صراحتي الى وقاحة. اذا متى تتحول الصراحة الى وقاحة؟ هذا هو محور حلقة هذا اليوم، واللي طرحناه عبر الصفحة الرسمية لموقع قناة كربلاء الفضائية، وجدنا تعليقات حلوة. قبل ما نقرأ التعليقات خلونا نذهب مع ماجد الأسدي ونستمع ونشاهد آراء المواطنين بهذا الخصوص. أسعد الله صباحكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال التفاعل لهذا اليوم يقول: متى تتحول الصداقة إلى وقاحة؟ تعالوا معي أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء، ابقوا معنا. الصداقة شيء عظيم، يعني ما أقدر أوصف لك شنو اللي مبدأ اللي يوصل للصداقة. الصديق هو أعظم الأخ، مع احترامي للأخوان، والصداقة شيء ما ينوصف فيها. يعني أنا أقول لك، أنا واحد من الناس عندي أصدقاء، الشيء بداخلي لأخوتي ما أقلهم، أقل للصديق أو أوصله إليه وهو يفيدني وينصحني الطريق صحيح. احنا ناخذ مبدا او فتشي نسند عليه هو اصحاب الامام الحسين عليه السلام، فهم خير الاصحاب. الصداقه تنبني على هواي امور، يعني تربط اي اثنين، يعني سواء كان او اقارب او غربه، وتنبني على نيه صافيه، تنبني على محبه، على وئام، انانيه ماكو، تتحول الى امور ثانيه، امور اخرى من يصير بها نوع من الرياء، نوع من الكذب، نوع من الخيانة.
الصداقة في الشيء يعني عظيم يعني والعظمة لله. الصداقة هالوقت نشوفها كلش نادرة وقليلة يعني، يعني قمنا نخاف حتى على أولادنا من نوع العلاقات اللي يصير ويا أصدقائهم. تشوفنا محافظين على علاقاتنا القديمة اللي تربطنا ويا الناس اللي كنا نعرفهم سابقا ونحافظ عليها قدر المستطاع ايش قد ما نقدر. البشر اختلف هواي، البشر تغير هواي. شوف هي إذا الأساس صح مستحيل راح يتحول وقاحة. يعني إذا الأساس تبن يعني نبنى على صدق وأمانة وأخوة وكل شيء ينبني عن أخوة ما راح يتحول يعني خلينا نقول بوقاحة. بس إذا نبنى على مصلحة ونبنى على إنه أني عيني على شيء بداخلك ذاك الوقت راح يتكون وقاحة. أكيد طبعًا طبعًا. يعني شوف هو بوقتنا هذا صعبة بس لازم أنت تختار الاختيار الصح. لما أنت تختار الاختيار الصح وتكون أنت نيتك اللي بداخلك حقيقية فعلًا حقيقية تكون ذاك الوقت رب العالمين راح يهدي لك هداية إنه صديق يكون مو بس صديق يكون أخ كأنما إنه ما جايبت أمك للدنيا. أي هواية يعني ماذا خلينا نقول مو وقاحة بأنما صار اختلاف بصورة عامة. بعدتني فترة كلش طويلة يعني عن صديق روح من الدنيا وبعدين خلينا نقول صارت وجهات نظر شلون واحد يتكاشف نقولها بصورة عامة ورجعت المياه المجاريها. بس ما راح أقول لك يعني مثل قبل كانت. أوكي رجعت الخوة رجعت الصداقة أي بس بعدين يعني شايف واحد يمر بالعمر كذلك همينة تمر بالسنين رب العالمين يهديك يعني قطعة من الجنة والحمد لله والشكر رزقت بهالشيء. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية. تقبلوا تحياتي وهذه عودة إلى الزميلات في الاستوديو. إذن شفنا الكثير من الآراء اللي تخص موضوعنا لهذا اليوم اللي هي متى تتحول الصراحة إلى وقاحة. والبعض انطى رأيه بالصديق أنه أحيانا يكون الصديق صريح زيادة عن اللزوم إلى درجة أنه يصل إلى درجة الوقاحة وبالتالي ممكن أنه تخرب هذه العلاقة، علاقة الصداقة اللي مبنية على سنين من المودة من التعامل مع الثقة من الثقة لربما تخرب بأن نكون كثيري الصراحة إلى درجة أنه نفقد اللي نحبهم وخاصة الأصدقاء اللي هم يمكن عايشناهم كثيرا. يمكن البعض يقول أنه أنا صديقي ما أزعل منه مهما قال وأني أحب يكون صريح، لكن كل إنسان عنده فد وجهة نظر أو طبيعة معينة يختلف بها مع الشخص الآخر. أنه أنا أحب أنه الشخص يكون صريح معايا لكن أيضا أحب أنه يتعامل معايا بأسلوب وبأخلاق صح. وبطريقة جميلة يوصل لي بها الفكرة لا تكون الفكرة قاسية ومؤلمة وحتى أحيانا تكون مبالغ بها صحيح. يمكن أنا فعلي مو مثل الشخص اللي وصفه بهذه الصفة إلى درجة أنه خلاني أشعر بزعزعة في داخلي صح. أو عدم ثقة بنفسي أنه هل فعلا أنا يعني مرات تصفيني يقول صدق أنا هيك بهاي الطريقة بهالقباحة أنا لكن يمكن المقابل هو وصفة غلط أو الصورة اللي وصلها مو صحيحة عني. صحيح عافية نعم. عليك يعني كلامك جميل جدا. أنا قلت بالبداية هو الإنسان كتلة من المشاعر والأحاسيس. جميل اليوم احنا نحافظ على هذه المشاعر والأحاسيس ما نخدشها بكلام نعم. من منطلق أني اليوم صريحة. الصراحة لها ضوابط لها معايير لازم احنا نلتزم بيها. احسنتي يا سارة. الله يبارك فيك. نعم وصلتنا الكثير من التعليقات على صفحتنا صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة كربلاء الفضائية والكثير من الأشخاص علقوا. خلينا نشوف تعليقاتهم وشنا رأيهم بموضوع الحلقة لهذا اليوم. أم علي تقول إذا أشرت عفوا بصورة غير مباشرة لمكامن الخطأ كانت صراحة وإذا لامست الجرح وقلت الحقيقة صارت وقاحة. هنا يحصل تقاطع مع قول من رأى منكم منكرا إلى آخر الحديث الشريف. شكرا لك يا أم علي. كذلك تعليق آخر يقول علي العراقي
عند الجهلاء معظم السيئين لا يشعرون أنهم سيئون، فالبخيل يرى أنه مقتصد، والوقح يرى أنه صريح، والنمام يرى أنه ناصح، والمغرور يرى أنه واثق من نفسه. لا تهتم لأمرهم واترك بينك وبينهم مسافة. مجرد نصيحة. شكرا لك يا علي على هذه على هذا التعليق. نعم، عندنا تعليق من خادمة الحسين تقول: السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا صديقتنا العزيزة. عندما يتجاوز على الناس بشتى أنواع التجاوزات والتشهير وتسقيط الآخرين بحجة الصراحة، لابد من احترام خصوصيات الناس وطباعهم. أكيد أتفق وياك. نور الزبيدي: الصراحة هي قول الحقيقة من دون كذب، وهي قول الحق من دون مجاملة أو التعبير عن المشاعر من دون مواربة. وعندما تتخطى الصراحة حدودها تتحول إلى وقاحة. فالصراحة تعتمد الأسلوب المؤدب اللطيف، والهدف منها التحسين. أما الوقاحة فإنها تتعدى الأدب وتسبب التجريح والألم. لكن ما بين الصراحة والوقاحة خيط رفيع، إذا انقطع هذا الخيط حتى تنقلب الأمور وتحدث المشاكل. وكما نقول إن الوقاحة هي استغلال طيبة قلب الإنسان من دون احترام، لا تبالغ في المجاملة حتى لا تسقط في بئر النفاق، ولا تبالغ في الصراحة حتى لا تسقط في وحل النفاق. عاشت إيدش نور، يعني كفيتي ووفيتي بصراحة. تعليق جميل جدا، وأني أتفق وياك مع كل كلمة يعني قالتها نور. حلو تعليقها، صحيح. ومن تعليقات ما شاء الله اليوم بديعين في إجاباتهم. أم أسامة تقول: بالتوفيق إن شاء الله. شكرا لكم يا أم أسامة. رقية العبيدي تقول: الصراحة بين الأبناء والأهل تصنع ثقة بينهم، ولكن الصراحة لا تتحول إلى عدم الاحترام، حيث لا تتعدى الحدود والمتعارف عليها حتى مع الأصدقاء والأقارب. شكرا لكم يا رقية. كذلك أم علي تبعث بصلاة على محمد وآل محمد، ومحمد عبد الموسوي وعبد الباسط وبحر الوفا، كلهم يبعثون صلاة على محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن مشاهدين الكرام، احنا اليوم بأمس حاجة بأن ننطي تعليماتنا، احنا خصوصا الاكبر الاصغر منا سنا، نعطيهم توجيهات، نعطيهم نصائح اذا شفنا في التصرف منهم خاطئ. لكن نخلي الصراحه مالتنا ما تتجاوز الادب والاحترام، لان راح تتحول الى وقاحه. وبالتالي اني اعطيت هاي النصيحه وازديتها للطرف المقابل، بدال ما ياخذها بنظر الاعتبار راح يكون عنده رد فعل. هسه تقولوا لي شلون؟ راح اعطيكم فد مثل بسيط جدا. اليوم شفت بنيه مكلفه بالحجاب، الحجاب واجب عليها، شفتها متبرجه، هي طالعه بالشارع متبرجه او لابسه فد حجاب هو ابد مو يم الدين الاسلامي. اني ما اجي احكي وياها بشده، اقولها عيب عليك، حرام عليك، انت شلون، انت مكلفه، شلون طلعتي هيكي، رب العالمين راح يغضب عليك، رب العالمين راح يعذبك، رب العالمين راح يدخلك النار. هاي راح تكون عندها رده فعل. لا، أنا بأسلوبي أقعد وياها: ماما حبيبتي، أنت تكلفتي اليوم في سن الحجاب، أنت اليوم زهرة، إحنا نريد نحافظ عليك، أنت جوهرة ثمينة. دائما الجوهرة وين نخليها؟ نخليها بمكان حتى ما أحد يستطيع أن يسرق هذه الجوهرة. زين، أنطيها أمثلة كثيرة يعني، وكثيرة كثيرة. هاي البنية بالعكس راح تحب الموضوع وراح تدرس الموضوع بينها وبين نفسها، وراح تقرر قرار صح. اليوم أني راح ألبس الحجاب مو بس يعني خوفا من المجتمع، بل حبا به، وإن شاء الله ألتزم بتعاليم رب العالمين. ما أطيل عليكم، خلونا نذهب مع أحمد شرار وموجز الأخبار. شكرا لزميلات استوديو برنامج صباح كربلاء، وهذا موجز بأهم الأخبار. مركز إحياء التراث الثقافي والديني التابع للعتبة الحسينية المقدسة يستعد لعقد المؤتمر العلمي الدولي الخامس الخاص بالتراث المعرفي عند شريف العلماء الشيخ المازندراني رضوان الله عليه. المؤتمر الذي سيعقد في 18 من شهر حزيران الجاري ويستمر ليومين يهدف إلى التعريف بتلك الشخصية العظيمة واستعراض آثارها من خلال البحوث العلمية التي ستشارك في فعاليات المؤتمر.
وفد من قسم التبليغ والتعليم الديني في العتبة الحسينية المقدسة يزور مركز أوتزم لأطفال التوحد ومتلازمة داون في مدينة بابل. واطلع الوفد على طبيعة الخدمات المقدمة للأطفال في المركز، فيما أعلن أنه سيباشر بفتح قنوات اتصال بين الطرفين لنقل الخبرات لمساعدة تلك الشريحتين، لا سيما وأن العتبة المطهرة ستفتتح خلال الأيام المقبلة واحدا من أهم مراكز التوحد في العراق. الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية تعلن عن انطلاق أول رحلة للناقل الوطني من مطار بغداد الدولي إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة والمخصصة لنقل 348 حاجا. وقال مدير عام الشركة عباس الزبيدي أن الشركة استنفرت كامل إمكاناتها وسخرتها لخدمة ضيوف الرحمن وتأمين جميع سبل الراحة لهم، مضيفا أنه من المقرر أن يتم تفويج الحجاج على متن الناقل الوطني بواقع 4 إلى 5 رحلات يوميا من جميع المطارات العاملة في عموم البلاد. جامعة بغداد تشهد انعقاد المؤتمر العلمي الثالث لمناقشة دور المرأة في بناء المجتمع بمشاركة 50 بحثا من داخل العراق وخارجه. وتناول المؤتمر عدة محاور منها السياسات والتشريعات وبحوث المجتمع الدولي، إضافة إلى تمكين وبناء القدرات والصحة النفسية. أكد المؤتمرون على أهمية الاستفادة من الطاقات العلمية للمرأة العراقية وضرورة دراسة واقعها للنهوض به في كافة الميادين، إضافة إلى تعزيز دورها القيادي والتركيز على مناقشة التحديات والحلول المقترحة لها. أخيراً، المؤسسة الأوروبية لتعارف الأديان في باريس تعقد الملتقى العراقي الفرنسي بحضور شخصيات رسمية ودينية استعداداً للمؤتمر العام الذي سيقام نهاية العام الحالي لتطوير العلاقات بين البلدين. المشاركون أكدوا أهمية ملتقاهم لكونهم ناقشوا فيه عدة ملفات، منها ما يتعلق في مجال الثقافة والأمن والإعمار والاستثمار. ختام الموجز، هذه عودة لاستوديو البرنامج. إلى اللقاء. نعم، نجدد التحية والسلام لكم مشاهدينا الكرام، وأكيد شكرنا إلى أحمد شرار على ما تفضل به من موجز الأخبار، ونتمنى يا ربي يعني خبر من أخباره كان على الحجاج. نتمنى اليوم حجاجنا يذهبون إلى الديار المقدسة ويؤدون مناسك الحج بأتم صحة وعافية ويرجعون إلى أوطانهم سالمين غانمين، وإن شاء الله كل واحد مراحل الحج الله يكتب له، وكل واحد راح إن شاء الله الله يتقبل منه. اليوم راح نتحدث آني وليلى على موضوع جدا جميل، وموضوع يعطينا فالطاقة يعني تفاؤل وطاقة أمل، بما أننا اليوم يعني أكثر الجامعات يعني الفاينل مالتهم وإن شاء الله راح يتخرجون. جميل جدا أن اليوم يعطون عهد القسم والتخرج أمام حبيبنا وأمام شفيعنا أمام سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وده نشوف ما شاء الله العتبات المقدسة تبنت هذا المشروع من خلال حفلات التخرج اللي تقيمها بعض الجامعات. صحيح. يعني ده تشوفين، احنا ده نشوف اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني حتى اليوم اللي ما عايش ويانا يعني بالعراق ده يسلط الضوء عليها وده يقول معقولة هذا الجمال في العراق؟ نقول له نعم إنه نعم. في العراق يعني نشوف ما شاء الله الصورة تتحدث ليلى. صحيح أسراء، مثل كل يوم مهم بحياتنا، مثل لحظات ولادة أم بأول طفلها، مثل يوم زواج أشخاص، مثل يوم أنه دراستنا اكتملت، هذا أيضا يوم من أيام العمر المهمة اللي هي تخرج الطالبات والطلاب، فرحتهم بعد جهد سنين طويلة، فرحة أهلهم، تشوفون الكثير من الطلاب فخورين ومعتزين يعني بنفسهم. يعني حقيقة عندما أشاهد هذه اللقطات والله العظيم يقشعر بدني، يعني صحيح. أشاهد ما شاء الله جمال هذا المنظر وهم يؤدون القسم
بجوار سيدي ومولاي الإمام الحسين، يعني شوفت جامعات متعددة من محافظات متعددة، جامعات إنسانية، علمية، عسكرية، كلهم اليوم أتوا ليؤدون القسم أمام سيد الشهداء وأخيها بفضل العباس عليه السلام. يعني إن شاء الله راح يكونون أشخاص نافعين في المجتمع. نعم، يعني تدل على اللحمة الوطنية، يعني مو فقط اليوم المشاركين ليلى، مو فقط اليوم من الشيعة، من السنة أيضا أتوا إلى سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام، وهذا يدل على شيء، يدل على اللحمة الوطنية. صحيح. احنا بارحة تحدثنا عن فتوى الجهاد الكفائي، كان ذكرى انطلاق فتوى الجهاد الكفائي. نعم. تحدثنا أنا وليلى كيف اللحمة الوطنية، كيف اليوم السني دافع عن الشيعي، الشيعي دافع عن السني، المسيحي دافع عن الصبي، يعني ما شاء الله جمعتنا. صحيح. الوحدة العراقية، وهذا جمال المنظر أيضا. والأحلى على الوحدة العراقية، العبارات المكتوبة على يعني أزيائهم أو على قبعاتهم، مثلا أنا تخرجت بزود أمي وأبويا، بدعوات أمي. حلو. بتعب أبويا، يعني مثلا اللي فاقد أم أو أبي يعني يذكرهم، أو أنه يريد هذه اللحظة يعني أنه يشاركهم معاها، يذكر فد عبارات معينة أنه أنا تخرجت وإن شاء الله تكونون أنه فخورين بي. هذه العبارات تشوفيها يعني صراحة تختصر كل هذه المسيرة وسنوات الدراسة في عبارة فخر واعتزاز، بأنه صح. الأهل اليوم فرحانين ورافعين رأسهم بأبنائهم، وبنفس الوقت أكيد والله حقهم يرفعون رأسهم بهذه النماذج الخيرة. صحيح. يعني وبنفس الوقت الطلاب والطالبات أيضا فخورين ومتأملين أنه يخدمون هذا الوطن. إن شاء الله هذا الشغف ما يروح وما يقتل، يمكن ببرود بعض الأشخاص أو عدم تلبيتهم لمطالب هؤلاء الطلاب. إن شاء الله، يعني إن شاء الله هذا اللي لاحظ ما مشاهدين الكرام وجمال هذه الصور، هذا يعطينا طاقة أمل وطاقة تفاؤل. للأسف الشديد البعض يقول هناك حفلات تخرج سلبية، احنا ما نريد نتحدث عن هذه حفلات التخرج، خلي بس نتحدث على حفلات التخرج اللي تعطينا فد باور، تعطينا فد قيمة. اليوم المكانتنا احنا كعراقيين نتباهى بهؤلاء البنات وهؤلاء الأولاد، كيف اليوم أصبح مهندس، كيف أصبح دكتور، كيف أصبح معلم، كيف أصبح اليوم في مجالات مختلفة من الحياة. نعم. ما منع هذا الشيء، ذهب إلى سيدي ومولاي الإمام الحسين، سوى حفل التخرج بأحلى صورة وأرقى صورة. أنا أعتبر حفلات التخرج هاي حفلات راقية. راقية جدا. نعم. خاصة البنت يعني اليوم شوفين. ما منعها حجابها من نعم. التطور من العلم، بالعكس بس اعطاها فد فخر وعزه. صحيح. يعني اسراء ماكو مثل الدين الاسلامي، يعني يعطي عزه ومكانه وهيبه للانسان. أفيا. تشوفين دائما كرامه الانسان محفوظه وحرمته محفوظه في الدين الاسلامي، بكل المنهاج الخاص بالدين الاسلامي، بكل تعاليمه، بكل ترتيباته، دائما ينطي تلك القدسية لهذا الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه هو إنسان مكرم. صح. فهو راح يحافظ على كرامته من خلال المنهج اللي وضعه والدستور اللي وضعه، اللي هو كتاب الله القرآن الكريم. فيعني حديثنا عن كرامة الإنسان أنه هذه الحفلات تحافظ على كرامة الطالب وعلى هيبته، إن إنسان إن كان هو يعني في المستقبل سيكون طبيب أو مهندس أو يعني استشاري، كل مجالات نفسي الحياة، الضباط، العسكريين، كلهم. يعني لما تشوفين هذا الموقف تقولين انه لا، الحمد لله احنا مأمنين، احنا بخير، احنا بخير. صح. انه هذول اللي راح يخدمون الوطن، والجيل القادم هو جيل محترم واعي. نعم. مثقف، تأمنين على الاولاد. صح. اولادك او المستقبل اللي جاي. صحيح. فهنا تطمئنين انه الحمد لله ما زلنا بخير، ما زال هناك اشخاص متمسكين بعقيدتهم وبدينهم، متمسكين بان يخدمون الوطن بكل ما يعني اوتوا من العلم ومعرفه، وان شاء الله من خلال التزامهم كذلك. احسنتي، الله يبارك بيك. واحنا بدورنا من خلال صباح كربلاء يا ربي نتمنى لكل أم وأب أن يعيشون هذه اللحظة الجميلة، لحظة تخرج أولادهم وبناتهم من الجامعات. وإن شاء الله يا ربي الله يبارك بيكم، أولادنا وبناتنا أنتوا رفعة رأسنا، أنتوا فخرنا بهذا المجتمع، ونتمنى لكم يا ربي النجاح الباهر بحق محمد وآل محمد. خلونا نرجع إلى فقرات حلقة هذا اليوم إن شاء الله من صباح كربلاء. راح نسلط الضوء أيضا على إبداع وعلى فن من الفنون.
طبعا من الشخصيات المشهورة في بعقوبة يعني في محافظة ديالة الأستاذ الفنان صالح رضا. صالح رضا هو أحد الرسامين المبدعين، يستطيع أن يجسد الصورة بدقة عالية مجرد من خلال فرشاته وألوانه، يجسد لنا صورة جميلة جدا. راح نسلط الضوء على صالح رضا اللي هو أحد الفنانين من محافظة ديالة، وراح نتعرف أكثر وأكثر مع مراسلنا نوار البياتي. لوحة وألوان وفرشات وفنان، بإمكانه خلق عالم من الإبداع، هكذا وصف الأستاذ الكبير صالح رضا من قبل البعقوبيين، والذي كرس فترة طويلة من حياته لتطوير الفن التشكيلي وعلومه، لذلك أصبح بارزا في الحركة واللغة التشكيلية المعاصرة. تتلمذت وترعرعت في قرى ديالة بعقوبة، وكانت روضتي هي المدرسة الأولى بالنسبة لي، لأن شقيقائي الأكبر هم فنانين معروفين وكنت أتلمذ على يدهم. ونختصر أنه الابتدائية والثانوية كان لي نشاط كبير في المدارس، ولكن بدايتي الأولى كانت من كلية الفنون الجميلة، واهتميت بعدين من خلال سفري بالطفولة، لأن طفولتنا الآن هم ما يعرفون شيء على براءتنا قبل، شلون كنا اللعب عندنا في الدربونة، كيف يلعبون وكيف يحضروها الآباء والأمهات ويطلعون على لعبنا البريئة. الآن أنا أقول لابني شو تريد ابني، أو أي طفل يريد مسدس أو بندقية. فلذلك أنا من كنت في القاهرة رسمت خلال 3 سنوات 50 عمل عن الطفولة واقتنت الأمم المتحدة. أبدا ما نسيت رسالتي الإنسانية، فرسمت كثير عن الطفولة، ورسمت عن المرأة العراقية الصابرة، ورسمت عن الريف، ريف ديالة والريف العراقي، ورسمت عن الخيول، وهي مواضيع يعني كثيرة ومتنوعة وأعمال تعبوية تواكب المرحلة هذه اللي احنا نمر بها. عندي معارض أخرى مثلا بالإمارات العربية في أبو ظبي، وعندي معرضين في تونس، وعندي معرض في ليبيا، وعندي معرض في القاهرة، وعندي معرض في تركيا، وأما مجموع معارضي الشخصية 25 معرض شخصي، 6 منها دولية والبقية في وزارة الثقافة والإعلام وفي المتحف دياله. ضيق الوقت لم يمنعه من المشاركات في المعارض العربية والمحلية والأجنبية، إذ جسد بريشته عمق حضارة بلاد الرافدين، والذي حصل من خلالها على جوائز عالمية كونه يحمل بلوحاته لغات كثيرة، أهمها الطفولة وعالمها والحياة ومصاعبها. علاقتي بالأستاذ الفنان الكبير صالح رضا علاقة من الطفولة والصبا، وطلعنا في منطقة شعبية من مناطق بعقوبة الجميلة الطيبة بأهلها. وقد كان الفنان صالح رضا قد جسد من خلال فن البورتريه معاناة طفل ومعاناة امرأة عانت من ريب المنون وحالة الدهر والتي مرت بها في ظروف العراق. فالفنان لقد لقبته أنا بنقيب الفنانين وقائد الفنانين البورتريين في العراق، لأنه جسد فعلا معاناة وأفراح ومأساة كل صورة. صالح رضا من الفنانين المميزين في محافظة ديالة، يعتبر شخصية بعقوبية مهمة على الساحة الفنية، أعماله كثيرة ومتوسعة شملت كل المجالات، لكن المشهد الثقافي كان له بصمة واضحة عبر برامج خاصة بالطفولة. وتندرج رسالة الأستاذ الفنان صالح رضا ومن خلال لوحاته الفنية على رسالة الألفة والمحبة والتكاتف بين أبناء المحافظة. لبرنامج صباح كربلاء نوار البياتي، محافظة ديالة. إذن شكرا للزميل نوار البياتي اللي أخذنا إلى عالم آخر. عالم الفن هو عالم مختلف، ممكن أن يعيش الإنسان أجواءه
بطريقة مختلفة. أحيانا نبحر في صورة معينة عندما نشاهد تفاصيل لوحة، خاصة اللوحات اللي بيها شيء أثري، شيء قديم، شيء يذكرنا بالماضي. أكو واحدة من اللوحات اللي انعرضت بيها وجه امرأة كبيرة في السن، هذه الخطوط الرفيعة اللي بالوجه مع تجاعيد الوجه يذكرنا بقدم الزمن، يأخذنا إلى زمانها وكأنما يتغير بنا الزمن وينتقل إلى الخلف لنشوف أو نعيش ونكون بقرب هذه الامرأة. بنفس الوقت تلك يعني إذا تشوفون من خلال الصورة اللي تعرض هذه الخطوط الرفيعة مع اللباس يعني الداكن، كل هذه التفاصيل يعني على ما يبدو أنه لباس أهل الجنوب مع العين الحزينة، عين حزينة متعبة وكأنها تقول أنا ربيت أجيال كثيرة، أنا تعبت في حياتي. ما هي حقيقة المرأة العراقية؟ المرأة اللي عانت وتنطي دائما من نفسها، يعني أنا أمثل المرأة العراقية مثل النخلة. النخلة هي صامدة صابرة، تتحمل قساوة الظروف وقساوة الجو، لكنها تبقى شامخة ومرفوعة الرأس. هكذا هي المرأة العراقية. يعني أحسنتي. وليلى أنا عرفتش يعني تتحبين شوية الرسم. نعم أنا كلش أحب الرسم إسراء، وبنفس الوقت اللوحة تحكي، اللوحة تتكلم تنطق بما لديها وكأنما تبوح للشخص أنه أنا عشت في كذا عالم، أنا كنت في وقت معين. وبعض اللوحات أيضا اللي رسمها الفنان من ألعاب الأطفال خلال لعبة الشد الحبل، شفنا أنه فريقين لكن كان من خلال الفن التشكيلي. الفن الطبيعي واللعب بالألوان هي لعبة الفنان، ممكن أنه الريشة يصنع منها الكثير من الأشكال من الرسومات اللي تخلينا في واقع يعني صراحة مختلف تماماً عن ما نلمسه أو نعيشه حالياً. أحسنتي، الله يبارك فيك. مهما يبدع الفنان ومهما يرسم على لوحته بأنامله وبفرشاته وبألوانه، لكن يبقى المبدع المصور هو الله سبحانه وتعالى من خلال جمال الطبيعة. خلونا نمتع أبصارنا بجمال الطبيعة من صنع الخالق، وناخذ لنا فدريست ثم لنا عودة. Thank you.
إذن نعود إليكم مشاهدينا بعد هذه المشاهد الجميلة والرائعة اللي عيشتنا بأجواء مختلفة. وإسراء يعني كان عجبها الكوخ اللي بالبداية ظهر. كلش عجبني. حبيتي إنه فد رحلة استجمام يوم ذاك كلش الكوخ. عجبني هذا الكوخ يعني. كم يوم تردي؟ رغم بساطة فد 10 أيام أنا مو طماعة. هواي 10 أيام إسراء. يعني شوفي رغم بساطة الكوخ لكن شوفي المناظر وهدوء الماء. صحيح. يعني وصفاء الجو. حسيها رسمة مو حقيقة. رسمة سبحان المصور المبدع. سبحان الخالق. سبحان الله. إذن مشاهدينا الكرام إن شاء الله وصلنا وإياكم إلى فقرة الخط العربي وهي من الخطوط يعني وخاصة الخط العربي هو من الخطوط المميزة اللي دائما يعني نحب أنه نستعمله في يعني اللوحات في كثير من التفاصيل اللي هو خط النسخ. الخط النسخ يعد من الخطوط الإسلامية اللي استخدمت بالقسم الشرقي للنسخ في العالم الإسلامي، كذلك استخدم في كتابة القرآن الكريم، وكان منذ القرن الرابع إلى وقتنا الحالي إلى هذا اليوم هو الأكثر شيوعاً في الاستخدام خاصة في الأمم الإسلامية وبالأخص في كثير من تفاصيل وأقسام حياتنا في كتابة القرآن الكريم. ويستخدم أيضا المشهور جدا هو خط الثلث في الكتب والمجلات وكذلك الصحف وغيرها. خلينا نتعرف على تفاصيل هذا الخط في فقرة الخط العربي ونعود إليكم. سيداتي وسادتي متابعي الخط العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد لقاءنا هذا اليوم معكم ورحلة جميلة من رحلات الخط العربي، وستكون رحلتنا هذا اليوم مع خط النسخ الذي يعد من أهم الخطوط العربية وأكثرها تداولاً لأنه كتبت به المصاحف ولهذا سمي النسخ، إضافة إلى المخطوطات والمؤلفات معظمها كتبت بهذا الخط ولهذا سمي خط النسخ. وترجع المصادر التاريخية وأدق المصادر فترة نشوء هذا الخط إلى ما بعد سنة 200 هجرية على يد أخوين خطاطين هما إبراهيم الشجري ويوسف الشجري. وإبراهيم الشجري أوجد خط الثلث وأخوه يوسف الشجري أوجد خط النسخ إضافة إلى خطوط أخرى كالخط الرياسي وغيرها. ويعد خط النسخ من الخطوط الصعبة إلى حد ما والدقيقة، ونفس الوقت يتحلى برشاقة عالية. واستخدم هذا الخط لكتابة المصاحف لأنه يتحمل الحركات الكاملة إضافة إلى وضوحه وسهولة قراءته، وهذه صفات يتميز بها خط النسخ أكثر من أي خط آخر، ويعتبر من مجودي هذا الخط بالتاريخ هو الحسن بن مقلة أخو محمد بن مقلة. والحسن متوفى سنة 338 هجرية، والحسن طور خط النسخ الذي استلمه من المدرسة البغدادية الأصيلة وسماه البديع وأجرى عليه تحسينات وتطويرات، واستمر التطوير بهذا الخط الجميل والراقي والأنيق إلى فترة الخطاط العثماني محمد شوقي الذي يعتبر صاحب المدرسة الدقيقة في كتابته حاليا نظرا لأسلوبه المميز والجميل والذي أعطى لهذا الخط دقة ورشاقة ووضوح عالي. وسنلاحظ كتابة مجموعة من الكلمات بهذا الخط، نرجو أن يروق لكم وتتابعونا مشكورين. سنكتب ثلاث كلمات هي محمد رسول الله بهذا الخط خط النسخ، ونلاحظ مدى دقته ورشاقته وأناقته، ويحلى دائما بالحركات المناسبة
لزيادة وضوحه. وبعض حروفه ترسم رسما بمعنى أنها تكتب بجزء من القلم وتعدل برأس القلم، ولهذا يعرف هذا الخط برسم بعض حروفه. ونلاحظ أن الحركات غالبا تكون بقلم أرفع من القلم الرئيسي، وهو كخط الثلث له مستويين أعلى وأسفل، ينبغي أن لا تصعد الحركات فوق المستوى الأعلى ولا تنزل تحت المستوى الأسفل. بعض الحركات تكون بنفس عروض قلم الكتابة الأصلي. وهذه الحركات ضرورية جدا كهذه الوصل والشدة والألف الخنجرية، وهناك حركات للتزيين كهذه الوردة، وهذه الحركة التي تسمى بالظفر، وحركة أخرى هي السكون الثقيلة، هذه حركات تزيينية. أما الفتحة والشدة والضمة فهي حركات لغوية إعرابية. وهناك حركات تسمى حروف تسمى بالحروف المهملة، تكتب تحت الحروف الرئيسية لشغل الفراغ وزيادة جمالية الكتابة. وهكذا تنتهي هذه الكلمات الثلاث لخط النسخ، لنعطي نموذج لهذا الخط البديع والأنيق والرشيق الذي سمت به وتزينت المخطوطات وقبلها المصاحف الكريمة منذ بداية العصر الأموي، حيث كانت في عصر الخلافة الراشدة المصاحف تكتب بالخط الكوفي الذي سمي بالخط المصحفي في ذاك الوقت، ثم تحولت كتابة المصاحف إلى خط النسخ. نرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة ومثمرة ونافعة لكم، على أمل أن نلتقي في رحلات قادمة مع خطوط أخرى، وشكرا لكرم المتابعة.
حياكم الله مشاهدينا الكرام، اكيد شكرنا للاستاذ عبد الكريم الشمري على جمال هذا الخط وهو خط النسخ، اللي اليوم ان شاء الله حلقتنا كانت مليئه بالفن والابداع اللي سلطنا الضوء على الفن التشكيلي من محافظة ديالى، وأيضا الخط يعتبر من الفنون التشكيلية لما يحويه من جمال وإبداع وذوق. إذا انقضت الساعة الأولى على الخير والبركة إن شاء الله، كانت ساعة حافلة بالمتعة والفائدة أكيد لكم، وإن شاء الله ما تبقى من الساعة الثانية أكيد هذا الوقت يجمعنا مع زملائنا في نشرة أخبار الطقس. نرحب إن شاء الله بزميلنا مصطفى ستار، أسعد الله صباحك مصطفى بالخير والعافية. صباح الخير والعافية مصطفى. صباح الخير إسراء، صباح الخير ليلى، صباح الخير لكل مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وشكر خاص للأستاذ عبد الكريم على كل هذه المعلومات الخاصة بموضوع الخط وهذا العالم الجميل اللي يعتبر صح. عالم من عوالم الفنون التشكيلية. صحيح والله، يعني أيضا إذا شاهدت حلقة هذا اليوم أيضا سلطنا الضوء على الفن التشكيلي من محافظة ديالى من خلال الفنان رضا صالح، كان أيضا لوحات جميلة جدا وتعبر عن واقع الحياة حقيقة. يعني أنا أغبط قبل فترة ما ذكرت شكو واحد يمتلك هذه الموهبة، موهبة يعني موهبة سواء كان الفن التشكيلي أو حتى موضوع الرسم الطبيعي، لأن حقيقة مهما الشخص تدرب على هذا الموضوع إذا ما كان هنالك شرارة وما كان هنالك موهبة منذ الصغر، ربما حتى موضوع يمكن وراثي أنا يعني يمكن أؤمن به، لأن صحيح. أكو أكثر من عائلة يعني يمكن حتى عندها مجموعة فنانين مو فقط الأبي فعلا يعني يكونون أولادهم أيضا ينهجون هذا النهج الجميل. يعني أحسنت مصطفى، عشت إيدك مصطفى. خبرنا عن أحوال الطقس وكل اللي إن شاء الله رح يدور من أخبار جوية قادمة للأيام إن شاء الله. يعني لا جديد يذكر سوى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يعني إن شاء الله ماكو موجات غبار يعني هذه الفترة القليلة، ورح نعطيكم تفاصيل أوفى بعد هذا الفاصل. إن شاء الله الجو لك زميلنا مصطفى. شكرا ليلى، تفاصيل أكثر بعد هذا الفاصل القصير. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، أينما كنتم بكل خير في صباح جديد مع نشرة الأنوال الجوية ضمن برنامج صباح كربلاء. البداية كالعادة بتصريح رسمي من قبل هيئة الأنوال الجوية والرصد الزلزالي اليوم الأربعاء 15 من حزيران. نبدأ من المنطقة الوسطى، الطقس فيها صحوا يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى مغبر بشكل خفيف في بعض أقسامه الشمالية، لا تغير في درجات الحرارة، الرياح تكون شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، سرعتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية سيكون من 8 إلى 10 كيلومتر، وفي الغبار من 4 إلى 6 كيلومتر. المنطقة الشمالية الطقس فيها صحوا أيضا يتحول تدريجيا إلى مغبر في أقسامه أو أقسامها الغربية، درجات الحرارة مقاربة للأمس، الرياح تكون شمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، سرعتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومتر، وفي الغبار من 4 إلى 6 كيلومتر. أخيرا المنطقة الجنوبية الطقس فيها صحوا مع بعض الغبار الخفيف في بعض الأماكن، لا تغير في درجات الحرارة، الرياح الشمالية غربية خفيفة لا معتدلة السرعة، سرعتها ما بين 10 إلى 20 كيلومتر بالساعة، تنشط خلال النهار في أقسامها الشرقية لتصل هباتها ما بين 20 إلى 30 كيلومتر بالساعة، مسببة تصاعد للغبار الخفيف، مدى الرؤية من 6 إلى 8 كيلومتر، وفي الغبار من 4 إلى 6 كيلومتر. أما درجات الحرارة التي تكون متوقعة هذا اليوم فهي كالتالي. نبدأ كالعادة من العاصمة الحبيبة بغداد، كما تلاحظون أجواء مشمسة، درجات حرارة ما بين صغرى 27 وعظمى 41 درجة مئوية فقط في بغداد. أما في الجنوب في البصرة الفيحاء أجواء حارة جدا ومرهقة 48 درجة مئوية والصغرى 30، والطقس كالعادة هو مشمس في البصرة. أما في الشمال في أربيل تحديدا دون الأربعين درجة تحديدا 38 درجة مئوية، طقس مشمس، درجة الحرارة الصغرى 24 درجة في أربيل. أيضا ننتقل إلى كربلاء المقدسة محافظتنا الحبيبة، 42 درجة مئوية العظمى والصغرى سجل 29، والطقس مشمس في المحافظة المقدسة.
في جنوبنا الحبيب مرة أخرى في ذي قارة 30 الصغرى والعظمى ستسجل 44 بحسب المختصين، والطقس كالعادة هو مشمس ومرهق في الجنوب. بالعودة إلى محافظات الشمال بالتحديد في السليمانية الطقس تقريبا معتدل 36 درجة العظمى والصغرى 22 فقط، والطقس أيضا مشمس في السليمانية. في محافظات الفرات الأوسط في بابل تحديدا الطقس سيكون مشمس ودرجات الحرارة ما بين صغرى 27 وعظمى 41 درجة مئوية في بابل. أما في ميسان جنوبا الطقس أيضا حار ومرهق 44 العظمى والصغرى 30، والطقس كما تلاحظون مشمس. أيضا في دهوك شمال العراق أيضا الأجواء ستكون معتدلة في دهوك 36 فقط عظمى والصغرى 24، والطقس مشمس هنالك. أما في الأنبار الأجواء ستكون أيضا مشمسة درجات الحرارة ما بين الصغرى 24 والعظمى 38 درجة مئوية. أيضا في النجف الأشرف الأجواء ستكون مشمسة ودرجات الحرارة ما بين صغرى 29 وعظمى 43 درجة في محافظة النجف الأشرف. في الديوانية أيضا لا تغير كثير أو كبير في درجات الحرارة 42 درجة العظمى والصغرى 28، والأجواء ستكون مشمسة كالعادة في الديوانية. بالعودة إلى الشمال في الموصل درجات الحرارة أيضا تقريبا معتدلة ما بين صغرى كما تلاحظون 25 وعظمى 38، والطقس أيضا مشمس هنالك. في محافظة ديالى أيضا تتخطى حاجز 40 41 تماما العظمى والصغرى 27، والطقس سيكون مشمس في محافظة ديالى. في محافظة واسط أيضا ستكون الأجواء مشمسة وحارة 43 العظمى والصغرى 29 درجة مئوية. في صلاح الدين تماما عتبة 40 درجة مئوية تصلها الحرارة والصغرى 27، والأجواء أيضا مشمسة في صلاح الدين. أخيرا في المثنى الحبيبة أيضا ستكون الأجواء بحسب المختصين كما تلاحظون مشمسة وحارة درجات الحرارة ما بين صغرى 29 وعظمى 44 درجة مئوية. هذا ما رصدناه عن درجات الحرارة في عراقنا الحبيب. أيضا لمعرفة درجات الحرارة في بعض العواصم والمدن المجاورة نبدأ كالعادة من مشهد المقدسة. أجواء هنالك يعني ارتفاع عن يوم أمس في درجات الحرارة 39 ستكون العظمى والصغرى 24، والأجواء غائمة جزئيا بعدما شهدت المدينة تساقط الأمطار في الأيام الماضية. في المدينة المنورة في السعودية الصغرى 31 والعظمى 44، والطقس مشمس في المدينة المنورة. أيضا ننتقل إلى مدينة أخرى أو دولة في الكويت، الطقس مشمس ودرجات الحرارة الصغرى 33 والعظمى ستكون 45 بحسب المختصين. العاصمة السورية دمشق هنالك ستكون الأجواء معتدلة كما تلاحظون 34 العظمى والصغرى 17، والطقس مشمس هنالك. أيضا في العاصمة الأردنية عمان كما تلاحظون أجواء معتدلة 19 الصغرى والعظمى 30، والطقس رغم هذا سيكون مشمس ولكن الأجواء معتدلة. أخيرا في اسطنبول التركية كما تلاحظون فرص لتساقط الأمطار 26 العظمى والصغرى 20، والأجواء غائمة جزئيا. أيضا لمعرفة بعض درجات الحرارة لبعض العواصم والمدن الإقليمية نتعرف عليها من خلال هذا المقطع. أيضا نبدأ كالعادة من لندن، درجات الحرارة كما تلاحظون تقريبا منخفضة 15 صغرى و26 عظمى، والطقس غائم جزئي. في العاصمة الألمانية برلين أيضا الأجواء ستكون غائمة جزئيا ما بين صغرى 14 وعظمى 26 درجة مئوية في برلين. في ستوكهولم كما تلاحظون فرص تساقط الأمطار كبيرة والأجواء غائمة تماما ودرجات الحرارة ما بين صغرى 11 وعظمى 21 درجة مئوية. في كوبنهاغن ستكون الأجواء غائمة جزئيا ودرجات الحرارة ما بين صغرى 12 وعظمى 19 درجة مئوية. أخيرا في العاصمة الفرنسية باريس كما تلاحظون أجواء معتدلة تماما مشمسة و30 عظمى وصغرى 16 درجة مئوية. هذا كل ما رصدناه من درجات حرارة وأحوال الطقس في عراقنا الحبيب وبعض المدن المجاورة والإقليمية. هذه عودة للزميلات إسراء وليلى لتكملة باقي
الفقرات. إلى الملتقى. عدنا إليكم مشاهدينا، جزيل الشكر للزميل مصطفى ستار على نشرة الطقس. وصلنا وياكم إلى فقرة تخص صحة النساء وخاصة النساء الحوامل واللي مقبلين إن شاء الله على ولادة. اليوم موضوعنا حساس جدا بما يخص الولادة المبكرة. هواية من النساء تتعرض إلى هذا الموقف، وأسباب الولادة المبكرة كلش هواية. ممكن أنه يعني البعض يتسبب يعني أو بعض هذه الأسباب تسبب الولادة المبكرة. أحيانا تكون الولادة المبكرة هي اضطرارية وتدخل جراحي حفاظا على صحة الأم والطفل، وأحيانا تكون هي قضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى. خلينا نشوف الدكتورة تكتم صخر ماذا تحدثت بهذا الموضوع، وما الذي أخبرتنا به بما يخص الولادة المبكرة اللي هي من الأمور اللي تتعرض لها النساء الحوامل. تابعونا. اليوم الولادة المبكرة، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اختارينا هذا الموضوع لأن به هواي مضاعفات على الطفل الذي يولد ولادة مبكرة. بالبداية نريد نعرف هي شنو هي الولادة المبكرة. الولادة المبكرة طبعا كل ولادة تحدث قبل 37 أسبوع، يعني أي أم تولد قبل أسبوع من الشهر التاسع تعتبر ولادة مبكرة. ما يقارب 15 مليون حول العالم أطفال يولدون سنويا ولادة مبكرة. من هذول ال 15 مليون تقريبا 1.1 يتعرضون للوفاة بسبب الولادة المبكرة. الولادة المبكرة لها هواي أسباب، وعادة ليس سبب واحد هو يسبب لنا ولادة مبكرة، يعني ممكن يصير تداخل لعدة أسباب تؤدي إلى ولادة مبكرة. من أهم هاي الأسباب هو بالدرجة الأولى الالتهابات، ممكن أن تؤدي إلى ولادة مبكرة. السبب الثاني إذا كانت توجد لدى الأم مشاكل في عنق الرحم، احنا نصيح له مرض نسميه عدم كفاءة في عنق الرحم. السبب الثالث ممكن إذا الأم تعاني من تشوهات خلقية في الرحم، أيضا ممكن أن تؤدي إلى ولادة مبكرة. السبب الرابع الأم التي تحمل أكثر من جنين، يعني التوأم أو الثلاثي أيضا حتكون معرضة لولادة مبكرة. وأكو بعد عدة أسباب، يعني مثلا إذا الأم تعاني من زيادة بكمية السائل الأمونيوسي، يعني مي الطفل هم يسميه إحنا بالمصطلح العامي مالتنا، أو إذا مثلا الأم تعرضت إلى نزيف أيضا ممكن أن تؤدي إلى ولادة مبكرة. الولادة المبكرة بها عدة مضاعفات، طبعا المضاعفات بالدرجة الأولى والأخيرة تكون أكثر شيء تأثر على الطفل لأن حيكون طفل خديج. من أهم هاي المضاعفات هي حاجة الجنين إلى الدخول إلى وحدة عناية الطفل الخديج، يعني يدخل البيبي للخدج. ومضاعفات أخرى يعني يكون وزنه قليل، يعاني من عسر تنفس، ممكن يحتاج إلى جهاز إنعاش تنفسي، ممكن يتعرض الجنين أيضا إلى مرض إحنا نصيح له بالعامية أبو صفار، وأيضا ممكن يعني مضاعفات بالمستقبل، يعني حتى على نمو الدماغ
وال يعني التطور مالت الجنين، يعني التطور العفوي لل يعني للطفل اللي مولود ولادة مبكرة، وأيضا من أهم وأخطر الأسباب هي ممكن أن تؤدي ولادة مبكرة إلى موت الجنين، يعني يولد ولادة مبكرة ممكن ما يعيش ما يكمل. بالنسبة للعلاج، طبعا طرق العلاج هي أهم نقطة بالعلاج. الأم اللي ممكن إحنا يعني ممكن أن تولد ولادة مبكرة لازم ننقلها وتكون الولادة بمكان يحتوي على خدج، لأن أكو بعض الحالات مثلا اللي إحنا نصيح لها المستشفيات الفرعية يعني الأطراف ممكن هاي ما بيها مثلا ردهة خدج، ممكن أن يستلم يعني الجنين ويقومون بالعناية بالجنين ومتابعة الجنين. من أهم العلاجات أيضا يعني مثلا الأم اللي عندها مشاكل في عنق الرحم ممكن أن نحتاج إلى إجراء عملية ربط عنق الرحم، يعني هاي تداخل جراحي عملية. أيضا أكو بعض العلاجات بعض الأدوية بعض الإقارات ننطيها تثبط يعني التقلصات اللي ممكن أن تؤدي وتسبب يعني الولادة المبكرة. أيضا إذا كان السبب مثلا التهاب لازم نعالج الالتهاب وننطي مضادات حيوية. من العلاجات اللي ممكن أيضا ننطيها عقار البروجسترون اللي احنا بالمصطلح العامي مريضاتنا يسموه المثبتات. طبعا بالعلم الحديث وجد يعني بعض الدراسات خصوصا دراسات أمريكية بأنه عقار البروجسترون المثبت يفيد، ولقوا بأنه له نتائج وفائدة يقلل لنا الولادة المبكرة بالأم اللي يعني تعاني من قصر في عنق الرحم. وأيضا من بعض العقارات الأخرى احنا قلنا حكينا عن الربط اللي نسويه بعنق الرحم، طبعا الربط اللي نسويه بعنق الرحم هذا يفيدنا بالام اللي تعاني من عدم كفاءة عنق الرحم، وهذا يفيدنا بالام اللي يعني خطورة عالية. هسه عندنا منو ممكن اللي احنا نتنبأ بانه تعاني ممكن او تتعرض خلال الحمل الى ولادة مبكرة؟ الام اللي ممكن تتعرض الى ولادة مبكرة اللي عندها تاريخ ولادي مولادة سابقة مبكرة، يعني هاي حتكون عناية خاصة إلها متابعة خاصة خلال الحمل. ممكن نحتاج شلون نتابع هاي الأم؟ ممكن نحتاج إلى نتابعها يعني بجهاز السونار، يعني خلال الحمل نقيس عنق الرحم خلال الحمل، وإذا وجدنا بأنه عنق الرحم قصير نحتاج بهاي الحالة قلنا إلى عقار البروجسترون المثبتات. طبعا احنا قلنا الولادة المبكرة مو فقط يعني حيجينا طفل خديج، طبعا الام ايضا لازم نخلي ببالنا راح يسبب لها يعني احنا شلون نقول تتعرض صدمة نفسية بانه انا صرت ولادة مبكرة، خصوصا اذا عندها مثلا تاريخ بوفاة الطفل. فاحنا لازم نهتم بالجانب النفسي للام، خصوصا الام اللي عندها تاريخ ولادي سيء بولادة مبكرة. وإن شاء الله إحنا أتمنى الصحة والسلامة لكل أمهاتنا الحوامل. شكرا للدكتورة تكتم صخر على هذه المعلومات القيمة، وأكيد أمنياتنا إن شاء الله لجميع النساء الحوامل بالصحة والسلامة. مشاهدين الكرام، من الأرقام الضرورية اللي تهمنا واللي يجب أن نحتفظ بها في موبايلنا أو في دفتر الخاص بينا، يعني حقيقة هاي الهواتف جدا ضرورية راح نتعرف عليها إن شاء الله من خلال فاصل، وراح يظهر أمامكم في الشاشة الدفاع المدني 115، الإسعاف الفوري 122، النجدة 104، شكاوى الكهرباء 159، وحماية الأسرة والطفل 139، أما وزارة الداخلية 130، والأرقام الخاصة بالابتزاز الإلكتروني رقمين، الأول 121 والثاني 533. طبعا هذه الأرقام جدا ضرورية، ونتمنى يا ربي الأمن والأمان للجميع. مشاهدينا الكرام، طبعا حلقتنا لهذا اليوم كانت حلقة مليئة بالمتعة والفائدة لكم، وسلطنا الضوء وتنقلنا في محطات مختلفة، نتمنى إن شاء الله نالت استحسانكم. حلقة اليوم
كانت الحلقة الختامية لهذا الأسبوع. أكيد نتمنى لكم عطلة أسبوع سعيدة تقضوها مع أسركم وعوائلكم بأتم صحة وعافية وبما يرضي الله سبحانه وتعالى. قبل الختام أقول لا تهتموا كثيرا، ولا تعاتبوا أحد، ولا تركضوا خلف أحد لتذكروهم بوجودكم، وأعرفوا جيدا إن من يحب لا ينسى ولا يتغير. انتهت حلقتنا، حتى حلقة الأسبوع القادم بمشيئة الله وحفظه. تقبلوا تحياتي أنا وليلى أكيد، وتحيات أكيد المخرج وكل فريق العمل. في أمان الله وحفظه.